بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا وزير للدفاع فكرت في المشروع دوت، وكانت الدولة المصرية فكرت فيه قبل كده يا خالد وما نجحتش. وطوال المدة دي احنا كنا بنتكلم في مجلس الوزراء النهاردة وبقول حط الهدف وافضل مصر وتتلف حوالين منه لغاية لما ايه يخلص يخلص ويتحقق. الموضوع ده كان كده. احنا من ساعة 2012 وانا بحاول المشروع ده يطلع للنور. في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي لها اسم ممكن يستخدم ما تعاونتش معنا. ما هي يا خالد؟ ما تعاونتش لغاية لما واحنا مصرين نتصل بهنا ونتصل بهنا ونجيب ونتكلم ونقول هندي كل حاجة بس نعمل المشروع ده، نعمله على أسس، على أسس اللي انتوا اتعمل عليها، ان ده يبقى شراكة والشراكة دي تحمل اسم الشركة العالمية وهي تبقى معانا في كل الإجراءات عشان يبقى في المصداقية الكاملة للاسم اللي احنا هنتحرك فيه. الحقيقة لغاية 2019 يمكن 20 ما امكناش. ما يا خالد؟ امكناش. ليه ما امكناش؟ مش مهم، بس هو ده اللي حصل. لكن احنا مصرين على ان نعمل كده لغاية لما جت كورونا بتأثيراتها فعملت تغيير. عملت يا دكتور مصطفى؟ عملت تغيير في الفكر العالمي للموضوع ده. فكانت الفرصة ايه؟ متاحة. إذن لما تيجي تجد تغيرات عالمية بتحصل حوالين منك اوعى يفوتك تستفيد منها. اوعى يفوتك يا خالد تستفيد منها. تستفيد منها. في الوقت ده قدرنا لقينا ان الناس بتفكر في تشكيل خريطة مختلفة شوية، وكانوا مستعدين على دولة زي مصر ان هم يشتغلوا معنا. وتم عمل الاتفاق، ويمكن خلال يعني احنا كنا عايزين ان احنا المصنع يكون في خلال 24 او اخر حتى 25، ولكن اول 26 مظبوط مش كده هيكون المصنع ده شغال هنا في بلدنا. انا عايز اقول ايه، في انا هقول كلام مهم قوي دلوقتي يا خالد. الموضوع ده انا اعتبرته انه جزء من تصحيح العادات للمصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما. طب ليه؟ لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات واستمرارها صارمة جدا، صح كده؟ طيب يعني أنا عملت مركز في أي جامعة، يبقى أنا كل الشباب والشابات الموجودين في الجامعة اللي لو حبوا يخشوا يتبرعوا بهذا في هذا المركز لازم هيحافظوا على ان هم المسار الصحي والعادات الصحيه هتبقى ايه تصور، لان هو مش لو اي خلل مش مقبول ومش هيتقدم تاني. في مقابل فيها يا خالد، وانا دايما بستفيد من اللقاءات دي عشان القاء الضوء على اكبر حاجه ممكنه. النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مره في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول. طب لو مرتين بلاش تقول. طيب رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد. ايوه فندم. الحلم كان ملايين. الحلم اللي عندي انهم يبقوا ايه؟ ملايين. ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكره لتحسن من صحه الناس وتخليني يعني اتمكن من انا الالبومين والحاجات الاخرى اللي بتنتجها هذه البلازما تبقى موجوده في مصر، صناعتنا احنا بلازمتنا احنا وتؤثر على الصحة العامة.
للكثير من الناس، لأنه هيبقى مسار صحي محترم. هي دي قصة البلازما. احنا عملنا ثمان مراكز لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، والمستهدف 20 ان شاء الله. ده 20 في المرحله ديت، 20 و50 و100.